وينكسر المسدس من تلحفك انتصر هذا الصباح وحد الرايات والأمم الحزينة فتونس غصتنا وتونس مكفتنا وتونس اختبار الله ترى الشنوب أنا أتعبتكم يا حلتي فأني فتاة كل اختفاق أسياتي فأن وقعتوا فتلك موقعتي أنا الشعب شعبي والبلاد بلادي أول مطلب المطلب الأساسي والشرعي للشعب التونسي هو كونه تدف الحكومة ورشيد عمار والقصة وكل الخونة والسفناء وليرحلوا إلى مسفلة التاريخ أنك تستحق من الحياة أكثر من ذلك التافه الذي يعتقد أننا شعب من كوكب آخر أو من بلد آخر أنك تستحق وطنا حقيقيا يعيش فيك لا ذلك الوطن الذي يطردك حارق أو مهاجر أو لسه وزعلوك أو بطال أو طالب تحت الطلب والحلم يا شعب تونس أنك تستحق أكثر مما يقدم لك من ألوان دافئة ورذلة ومن جيش غير قادر على حمايتك وحماية صوتك يا شعب تونس قلنا مرارا وتكرارا أن تلك الفنادق ليست موجهة للأعداء بل موجهة إلى صنوعكم قلنا مرارا وتكرارا أن الجيوش المدششة بالخفاء والجب غير قادرة على تحرير الأرض وإنما قادرة على قتل العزل والفقراء منا قلنا على الدوام أنكم تسرقون المال والبلد والأرض فاتركوا حقنا في الحلم اتركوا حقنا في وطن اتركوا حقنا في أن نرشد ما عجزتم عن إنجازه خذوا ملياراتكم والسلطة كل السلطة وذلك الجيش الذي يتباهى على أجساد الضعيفة والنحيلة واسمحوا لنا أن نحلم بعض حلم في أن نتحرر وننعتق أختم إلى أمثال محرز الأمامي وغيرهم من سفاحي تونس أصبح الوطن الآن ملكا لشبابه فقط لا وصاية عليه نطلب من كل النزهاء في القضاء تحريره من العمالة للسبسي ورشيد عمار ومن حكومات الظل والغباء نطلب سياسات وطنية نحن نحبه بشدة وهذا الحب لم يأتي من عدم فمثل تمسكنا بالحياة نريد حقنا في الشغل وفي الكرامة وفي قضاء مستقل وفي سياسات وطنية لا اقتصاد دافئ ولا ظل يقوم على بيسينات وما شابه من سياحة موسمية لمجرد فوشيكا تختفي يختفي السياح وتتبخر آلاف فرص العمل نطالب حقيقة أن شبابنا ذلك الشباب الواعي ذلك الشباب الذي صنع من الحلم معجزة أن نكون أولوية حقيقية عند أي قيادة لا نطلب انتخابات تافهة لا معنى لها لا نريد انتخابات تعيسة تدخل حمراء تدخل زرقاء وصفراء وتخرج بلون واحد لمعارضة نجهلها ولا نعرفها لا نريد أشخاصا نحكم عليهم من خلال أقوالهم أو منظرهم أو كوستيمهم مزيانين ولا خايبين بل نريد برامج
وطنية تراعي لهذا الشباب، لهذا الجيل الضائع في زوايا الوطن وأرجاءه حق في مستقبل أفضل، في خط أفضل، وهذا ليس بالمستحيل. أشكر كل الذين حضروا، أشكر هؤلاء التلاميذ أبناء الثانية عشر سنة، وذاك الشيخ الذي منذ 45 سنة لا زال يمسك المدرسة ولا زال يقاوم. أشكر كل الشباب وأشكر أمهاتكم التي أنجبت شباب يحلم في وطن أفضل. مطلب ليش سلطة؟ لم نطلب حكما ولا ولادا ولا عمدا ولا معتمدين، لم نطلب وزارات، طلبنا حق هذا الشباب في الشغل، فان هذا كثير. طلبنا انكم وقت تسالوها الى التعليم الرديء الذي يولد الغباء والتخلف، لا يمكن ان ينجب عباقره. قلنا مرارا وتكرارا ان تلك السياحه البائسه لا يمكن ان تكون مواد شغل. قلنا مرارا وتكرارا ان ذلك الجنرال التافه خلف كريماتيزار والاسوفاج لا يمكن ان يصنع ثوره، لانه قلنا مرارا وتكرارا أن هذا التعليم الرديء الذي يولد الغباء والتخلف لا يمكن أن ينجب عباقرة. قلنا مرارا وتكرارا أن تلك السياحة البائسة لا يمكن أن تكون مواد شغل. قلنا مرارا وتكرارا أن ذلك الجنرال التافه خلف الجماعه. ارجو للشعب بالنجوم لا تركع، وأن العيون التي تطيل النظر في الحرام لا تدمع، ولنا في القلب ما يكفي سرد وطلب. أن الجماعه ارجو للشعب بالنجوم لا تركع، وأن العيون التي تطيل النظر في الحرام لا تدمع، ولنا في القلب ما يكفي سرد وطلب.